كأن هذا القرار هو قرار حكيم، خاصة بعد الاستياء الذي جاء من وراء تطبيق هذا القرار، والذي لم يأتي في الوقت المناسب، علما بأن قيمة الدينار كانت في تدهور، وكذلك أسعار النفط التي لم تكن لصالح الاقتصاد الجزائري. التمويل غير التقليدي كان سوف يكبد الخزينة العمومية ديون، وديون إضافة على الديون المتراكمة من قبل، زيد على ذلك الدين الذي كان على عاتق الدولة. إذن هذا الدين كان سوف يكون دينا داخليا،